السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين آخر تصريحات تاع السيد علي خالدي، يعني اللي تحدث بعد طرح أسئلة عليه. السيد علي خالدي يتحدث عن إمكانية ترشيح زتشي من عدمه لرئاسة الفا. مي قالت له زعمك تشوف يترشح، قال لها وين رفض السيد علي خالدي التعليق عن إمكانية ترشيح خير الدين زتشي من عدمه لرئاسة الفا لعودة ثانية. وقال الخالدي في تصريح لإذاعة الوطنية: هذا السؤال ليس موجه لي، عليكم بسؤال السيد زتشي حول هذا الأمر. ويذكر أن خير الدين زتشي كان قد صرح في وقت سابق أنه لن يترشح لعهدة ثانية لرئاسة الفاف. واهدر زتشي باك تعقلوا عليها، قال بلي ما ترشحش. اليوم راه ساكت، حنا ساكت الله يسأل عليه بيترشح. الجزائر ماهيش تاع واحد ولا زوج، حنا من حقه باش يترشح. كيما هدر صاحبو عمار بهلول قال للصندوق ووقت التليفون مكاش، يا خويا هراوي راه قال لكم بلي ما قال لكم بيترشح. قال لكم انا هذا السؤال وجهه لزتشي ماشي لي انا. وزير عنده خدمة تاعو، ما ننساوش وزير راه وزير الشباب والرياضة، شباب والرياضة هذه هي، ما ننساوش. وين دار تصريح قال لهم انا وزير الشباب والرياضة. نيما عرفت شو وين قالت له؟ قالت له زعما السؤال اللي قال لهم هذا السؤال ليس موجه لي، عليكم بسؤال سيد زتشي. شو الصحافه تاعنا كيفاش على بالكم كيبغوا يطيحوا؟ يبغوا يطيحوا الواحد زعما طك يقلبوها. صح الوزير كان ذكي، قال لهم هراوي راه قولوا له الا بيرشح روحه مرحبا به، احنا ما عندنا حتى حاجه. ويسالنا كيفاش، وين اكد السيد علي خالدي وزير الشباب والرياضه انه وين تصريح تاعو انه سيحارب الفساد في مختلف الرياضات وليس في كره القدم فقط. وقال الخالدي في التصريح يعني بطبيعه الحال يمكنني محاربه الفساد في كره القدم وفي مختلف الرياضات الاخرى. واضاف ترقية الرياضة تبدأ بمحاربة الفساد، ويجب علينا أن نعرف أخلاقية الرياضة قبل أي شيء، وبعدها علينا نبدأ محاربة الفساد. يعني وين شو كيفاش حنا دروك هو كي راه يتكلم، يتكلم كيما نقولوا حنايا بارتياحية كبيرة. راه هو راه يحارب الفساد، هو راه يتكلم على الفساد، هو ماشي قضية زعما تاع نكره فلان ولا جيب امور فلان ولا. شو كيفاش الناس وين بانك زاد أكد السيد علي خالدي وين قال لهم كان يجب علينا أن نتدخل في قضية التلاعب في الانتخابات، ولهذا قمنا بمنع أي تعديل قانوني. وهذا كنا نريد، وين قال من عنده الحق صح وراء وزير عنده الحق، وكنا نريد أن نثبت أن الدولة ستحارب الفساد. وأضاف أنا لست وزير كرة القدم فقط، بل أنا وزير للشباب والرياضة، وتبع لست هنا من أجل تجريم أي كان، ولدينا ثقة كبيرة في قوانين الدولة. شو كيفاش الناس مازالوا لليوم ما وصلوش هذا زتشي. الناس هي تخدم قانون، هي تمشي معك قانون يا خويا. إذا عندك أنت يا عندك أنت كيما يقولك الشخصية القوية، وعندك كيفاش تواجه وكلش، يا خويا احنا الا ربحت فانك مرحبا بك، احنا ماذا بينا
ماذا بينا نشوفوا واحد جاب يخدم ولا بيت خدم، مرحبا بك. بصح ماشي توسخوا ناس تعايروا ناس، انتوما الغلطه اللي درتوها التاليه. شوف شوف هذا قادري طارق، شوف شوف هو الاول، هذا 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 كاع العام يعاير في الوزير، هذا هذا هو الاول. شوف كيفاش كاع العام يعاير في الوزير، كاع العام كاع العام يعاير في الوزير. قال لهم سؤال ماشي بريء، يعني الدوله ترخص لأناس من أجل تغيير قوانينها بعقد جمعيتها العامة، وفي واحدة منها انت وين الوزير الرياضة، يعني وين يريد منع زتشي. جاتكم قال لهم جاتكم الفاف على العين العورة، الوزير حاضر الجمعية ورفض طلب الفاف، سيكون تناقض واضح منه. يعني انت هذا مراس، هذا كاتب عمومي، هذا برك هذا مكان في الاخرى، هذا كاتب عمومي برك. هذا كاتب عمومي تاع الفيفا، هذا قص هذو اللي طيحوا زتشي على راسه، ترشح غادي فلان يدخل. راه مورا البارح الناس قاعدين في المنصه الشرفيه تاع الايفا، قاعدين في المنصه الشرفيه. انفرتينو راه رايح السينيغال، يزيد يروح للتشاد، يزيد يروح الاخرى، نتوما لهنا هارا ورا. خاطش على هذا كودرت حاجه، كان عندك تناسق مع السلطه نتا زتشي، لو كان عندك تناسق مع السلطه العليا بان انفرتينو راه جاي، يكون بروتوكول تاعو خاص. بصح انت يا غي هكا اتصلت بيه قلت له اروح دهمني، اروح تشرب قهوه بالسفنج، اروح دهمني، اروح منا يا سايكيا. لا مش كيما هاك، انت ما عندكش قاعد كيما قال لهم راخوك سموه مشراره. قال لهم لازم، قال لهم رئيس اتحادي لازم يكون دائما باتصال مع وزير الشباب والرياضه، مع الوزراء، لكي يكسب احترام الوزراء. بصح هو قال عام بعيد عليهم، قال عام خازن. نظروك انت يا بعيد على الناس، الناس كي تعرفك انت هنايا مع الوزاره ما عندكش اتصالات، وما تقول بلي انا عندي 20 صوت 20 تصويره. وزيد الاعلام يهيج في اللعب، هذا تشي راه رايح القطر، هذا تشي عنده ملاقات مع انفرتينو، هذا تشي عنده زوج سوايع، هذا ما كان والو. الناس تاعي اللي معاك هما اللي مهيجين اللعب، هما ولا هما مهيجين اللعب، هما اللي مفدقينك. انا نقولها لك ونعاود، هما اللي جايبين لك الرقاد على بالك. غادي نقول لك بلي غلطه كبيره اللي درتها هاد الناس اللي دورتهم بروحك، خاطش ناس جاو يخدموا يحوسوا على المصلحة تاعهم برك، ما جاوش يخدموك ولا يخدموا كرة القدم. هذو الناس واقفين معاك، واقفين معاك من أجل مصالح تاعهم برك. وحنا قلنا بلي غادي يخرجوا ويديروا كلش، كاع الحمير يجيبوه ويبغوا كل واحد ويدير الحمير. الحمير كمل مكاش لافا، أرجع الضربة القاضية، أي كاينة ضربة قاضية. ولاعبين دايرين بيجيبو جوار فلان يديرو في الحملة، هذه حملة. ونزيد فانيك ما ننساش، ديرونا بالراحة لا مومن أي تقاسي وين راح، يا مومن نخرج قول كلمة، نور الناس اللي أبوناو معاك، نورهم قول لهم ماشي خازنين. تهضر ليش على باريس سان جيرمان، تخرج في الحال باريس سان جيرمان، لا يمشي خدمة هذه تاع الرجال هذه. تدري بأن
الشقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هناك نقطة أخرى كمان، تدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هناك نقطة أخرى كمان، تدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. تدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. أخرى كمان، تدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة، من كرة القدم، لأن هذا احتراف. تدري بأن الفيفا لو التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة. هي يعني اذهبوا الى العمال الذين كرة القدم، لأن هذا. نقطة أخرى كمان، تدري بأن الفيفا التفتت إلى البطولة الجزائرية وقامت بالتدقيق سوف تحذف هذه البطولة من عالم الكرة.